لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشوراتي. المجد لك يا محب البشر. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا ايه في حكايه، ومكملين مع بعض زي ما اتفقنا في مزمور 118 او 119، وهناخد النهارده منه ايتين كمان جمال قوي، ايه رقم 23 و24. الايه 23 اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، لكن انا حابب ابدا معاكم بيها النهارده. اما بيقول جلس الرؤساء وتقاولوا علي، اما عبدك فكان يهتم بحقوقك. وقلنا ان الآية دي زي كانت نبوة عن المسيح لما اتجمعوا اليهود والقادة المدنيين والدينيين عشان يحكموا على المسيح، وكان كل اهتمامه انه يرضي الآب. الآية بتاعت النهاردة 24 يقول لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. نقدر نفهمها علينا احنا لو قلنا ان ازاي مهما كان التعب اللي بنقابله في العالم علشان ما ننفذش كلمة ربنا، ازاي يكون اهتمامنا هو التلذذ بوصايا الله، ان تكون كلمة ربنا هي رقم واحد في حياتنا، هي اللي بتحكم علينا على تصرفاتنا على اقوالنا على افعالنا، مش كلام الناس ومش اراء المجتمع اللي بنعيش فيه. وفي ترجمة جميلة قوي عن الاية دية، الاية رقم 24، في ترجمة اسمها ترجمة سيماخوس. أنا حابب أشارككم الترجمة دي، هقرأ لكم الآية مكتوبة إزاي. يقول شهاداتك هي سبب سروري كالإنسان القريب من قلبي. زي ما تكون كده كلمة ربنا هي الصديق الوحيد لينا في وقت التعب وفي وقت الغربة، هي مصدر القوة ونصرة الإنسان. أما تكون كلمة ربنا يقول له شهاداتك هي سبب سروري، ما تلاقي نفسك حزين افتح الإنجيل وقرأ تلاقي نفسك فرحان وتتعزى، تاخد من ربنا قوة تزبط أفكارك، لو كنت غلطان تقدم توبة، لو كنت ماشي مظبوط واللي حواليك هما اللي بيضطهدوك تكون أكثر ثباتا وقوة، وعارف أن أنت بتعمل كلمة ربنا، فما تخافش وما تتزعزعش وما ترجعش لورا، لأن بالأكثر شهاداتك هي سبب سروري كالإنسان القريب من قلبي. كأن وصية ربنا دي هي الصديق، هي أقرب حاجة لقلبي كلمة ربنا. أما قلبي وجعني أول حاجة أجري عليها هي كلمة ربنا قبل ما أجري عشان أحكي مع حد. آية النهاردة هقولها لكم هي صغنونة لكن جميلة قوي، يقول شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي، أو الترجمة بتاعت سيماخوس اللي قلت لكم عليها ديت، يقول شهاداتك هي سبب سروري كالإنسان القريب من قلبي. كل مرة وانتم طيبين، ربنا المجد دائما أبديا آمين.